ذكرى الانطلاقة الأولى لثورة تشرين، لذلك احنا حاضرين هنا جايين نجدد العهد والوعد ولأنا للعراق ودعما للشباب الثائر ضد التغيير. ثورة غرة أكتوبر لعام 2019 سطرت أروع مشاهد البطولة والإرادة. كانوني أول مسعفة بالتحرير لمداواة الجرحى وإنقاذ يعني المتظاهرين، والسبب الوحيد اللي خلاني تعرف انه شخص مثلا انا كنت قاعده بالبيت انه اشوف فيديوهات ضرب وعنف، تعرف يعني هواي شغلات انه دخانيات وهاي السوالف، فانا ضمير مسمح لي انه انا ابقى بالبيت. طبعا بالنسبه لتواجد اليوم هو تواجد انه احنا بعدنا موجودين، الثوره بعدها مستمره، ولإحياء ذكرى دم الشهداء اللي راحوا والضحايا واللي انجرحوا. تظاهرات غيرت بي الكثير، جددت انتمائنا للوطن، حبنا، حس الانتماء. من حقنا تعليم، ومن حقنا صحة، ومن حقنا بنى تحتية، ومن حقنا يعني نعيش حياة حرة كريمة. طلبنا مطالب ووعدونا أن تتحقق، بس أكيد هي مو بشهر وشهرين تتحقق، يراد لها فترة، لننتظر هاي الفترة. إذا ما نجحت اليوم تنجح باكر، إذا ما نجحت باكر تنجح بعد سنة، إذا ما نجحت بعد سنة تنجح بعد 10 سنوات، تنجح بعد جيل. إحنا بنينا أساس، بنينا أساس ثوري، بنينا شعلة، شعلة ما راح تنطفي. هو هذا اليوم نحلم يحقق وجودنا أول مرة بتاريخنا، يعني بصراحة ردنا نحرر هذا الطفل اللي بداخلنا اللي مورس عليه الامتعاض والسجون والحصار والحرمان والخوف والحريات، فواحد تشرين مثل طتنا فد يعني جزء من هذا العالم بأنه نحن هنا. يعني هاك نشعر كنا عبء زايدين على أهلنا، زايدين على المجتمع. هسه بدينا لأول مرة نشعر نحقق ذاتنا واستقلالنا. بشوف الشباب العاطلين المحرومين، يعني بعدنا طلباتنا حتى بدائية للمحرومين من الخبزة، محرومين من السكن، محرومين من أبسط عوامل. الثورة غيرت بينا كل شوي، غيرت شخصياتنا 180 درجة، خلتنا من كنا قبل الثورة كنا صغار، يعني أنا يعني بشكل مجازي كنت صغير، اهتماماتي أشياء سخيفة، أشياء سطحية، مجرد طلعة أصدقاء نسولف أشياء بسيطة. ورا الثورة قمنا نهتم بأشياء أكثر، قمنا نهتم بالمصلحة العامة، نهتم بالمصلحة الوطنية، نهتم بالفقراء، نهتم باللي يصير بالبلد، نهتم بالمصلحة الشعبية، نهتم بأمور أكبر. لكل مرأة اللي هي قاعدة بالبيت حاليا يعني انه تطلع وما تخاف من اي شيء، هي لانه المرأة دورها عظيم جدا بكل ثورات وكل مهرجانات. كوني قوية واطلعي للثورة.